به باش نعمل تجارب فنيه مختلفه متنوعه. الاحلى منه انه نسوق لها، نعرف نسوق لها. صحيح صحيح. نشوف على السوشيال ميديا حضورك ضعيف، ما تعترف فما ماهوش ستيت، فما ساعات نعمل فوعه هكا تجيني الفيق. وساعات الحقيقه انا كنت محاطه قبل الوقت اللي بديت عملت، معناها كان الظهور متاعي بارز على الاخر، لاني كنت الحقيقه محاطه بمعناها بناس معناها في عائلتي اللي خدموا، معناها كيف ما شوقي لجنف خوي اللي هو نعتبره ملك الصوره معناتها الامور هذيك كلها يتحكم فيها، معناها كانوا يشتغلوا معايا اكيب خويا زاده برشا، معناتها ناس معناتها من بعدها كيف هما خرجوا معناها بقيت وحدي، ما كانش عندي الثقه، ربما كما قلت لك عايب عندي. زوز كليبات في مسيرتك زهره شويه بالكل مقارنه باسمك وبتجربتك. والله انا مش مزروبه برشا، تعرف نقول لك علاش فسر لك؟ على خاطر انا المشروع متاعي يرتكز على البحث، انا انسانه باحثه، وقت اللي انا تقابلني ساعات نبدا نسجل في اغنيه، نمشي انا نشوف حاجه اخرى، نمشي نتلهى فك الحاجه الاخرى هذيك، لانه مش توا الناس باش يعرفوا شنو عملت زهره لجنف. ربما بلوتاخ مع الناس من بعد يعرفوا بالضبط شنو، حتى ملامح المشروع متاعي هي واضحة بالنسبة لي ومؤمنة بها 1000%، ونعرف اللي أنا راضية على اللي المراحل اللي نمشي بها. ما أجمل أن يتذوق الفنان متعة نجاحه في الحاضر. أنا ناجحة الحمد لله. ما مش واخذ حقك. أي ربما انا مانيش طماعه برشا. لا ماهوش، مانيش نحكيو على الطمع، تعرف الطمع معناتها انت تحب تاخذ اكثر من حقك، هذاك الطمع. احنا الحق ما وصلنالوش. انا مقصره شويه في الامور هذيك، ونقول لك معلومه من الفنانين اللي شفتهم، انا الاولانيه اللي بديت في معناتها الامور معناتها على السوشيال ميديا والكلهم، لاني معناها كما قلت لك كنت على الفيسبوك على الانستغرام، قبل كان ماي سبيس دون لو تون، كان الدرجل كلهم يعني المنصات هذوكم الكلهم استعملتهم، لكن كما قلت لك مانيش أكلي ياسر مركزة على الظهور هذا. كما قلت لك الحقيقة نقولها للناس ما نكذبش عليهم، عندي حياة موازية للحياة الفنية وأنا نعطيها قدرها حقها. يعني الكلام اللي تغني فيه يقول لك صعيب، منك مريضة رياف ومعاد الجاحد سل الجاحدة أي سلم على الهمعوجة. من بعد كملها لي. مرحول هالتق التقة، تفهمش معناها التقة؟ التقة اختفاء، هي أغنية من السجل الغنائي النسائي، واللي فيها امرأة تعترف بالحب متاعها، تقول له معناها منك مريضة رياف، راني وليت مريضة رياف. هو الرياف هو درجة الشوق اللي يوصل حد المرض. في بالي فما بلاغة كبيرة برشا. في بالي أرياف جمع ريف. لا عاد. رياف واحد يقول لك مرايف، هذا مريض مرايف، يعني مرايف هو اشتاق الى حبيبته ولا اشتاقت الى حبيبها الى حد المرض. وقت واحد يحب واحد ويشتاق له يولي مرايف، يعني هو يشد الفرش، هذاك مرايف، درجه من درجات الشوق. منك مريضه رياف وما عادت جحده، ما عادش باش نجحد، ما عادش نجم نخبي. الجاحد معناتها يخبي؟ اي في بالي الجحود. لا يعني يقول لك هذيك معناها ما عادش نجحد تو، ما عادش باش نخبي اللي انا نحبك. سلم على الهمعوج، يعني المواصفات هما ساعات يستعملوها للمؤنث وساعات للمفرد. الهمعوجة هي الفتاة اللي هيفاء القد، اللي ممشوقة القد، اللي صغيرة في السن، هذا هو مرحول التقة، لأنه المرحول هو النجع، النجع هو القبيلة. التقة يعني اختفى، ما هو يرتاح له. غابت عنه هو يشوف من البعيد، معناها نظرة مع المدى يظهر البعيد. قل لي هذا تراث قفصة؟ اي هذايا من اغاني النساء اللي غنوا في المحفل. في المحفل يغنوا اربع نساء، اي يغنوا لليوم باللهجة هذه. غنيتها كيف ما هي، هذيك الاغنية الوحيدة في الاغاني، مش الوحيدة، فما يمكن اغنية اخرى اللي حبيت معناها اني نحتفظ بالتقنيات الصوتية، وحبيت نظهر فيها، هذايا من عنصر من العناصر اللي حبيت انا نظهرهم، التقنيات الصوتية متاع النساء اللي يستعملوها، اللي باش يعملوها تحسوا كانوا هنود ولا من خاطر هي موسيقات الشعوب كلها تتشابه. انا التقنيات الصوتيه ذيك ياسر عجبتني، وحبيت نظهرها في مقام معناها كبير. يعني علاش قلت لك انا بكري مانيش مزروبه، انا عندي خدمه كبيره ياسر نعمل فيها. اللي دندنتوا
مسني برشا معناتها. انت تقول فيه بسلاسه وتتعدى كانك تشرب في كاس ماء، بالنسبه لي انا لا استوقفني. هذا من النمط الكلاسيكي يتسمى اللي هو عنده قدسيه معينه. اعطيني ديمونستراسيون توري روح القواله هذيك.